السلام عليكم، اخبار الشباب شبابات طيبين ان شاء الله. اليوم مقطع سهل لي لكم بس لهم لا، انا جايبهم هنا بس عشان كذا اوريكم انهم اغبياء. او صح نسيت اقول مع شباب دائما سابقني متعود على ثاني مقطع الزبده. اسئله صعبه مره صعبه، يعني ما انتم مجاوبين. طيب وش الفائده يعني؟ بس كذا اجيبكم، نعم اجيبكم بس اوري الناس انكم اغبياء واقفل الفيديو. طيب يلا لا اسئله مقدور عليها انا ببدا من اول سؤال. مين يبغى يبدا؟ الفريق اللي كيف احنا كيف تقول تسال سؤال اسئله واللي اقرب فيه. تدرون ايش اللي صح؟ صح اشرح لكم انتم. سمحت انا بس طبعا بس السؤال. يرمون رقم الاقرب ياخذ النقطه، اللي يجيبه بالضبط ياخذ النقطه. مرهم بالكود حقك. ما حطيت حط بيحط الكود حقك. 21B47. هذا برضو الكود حق اودن. شباب استخدموه. المنتج حط كود بكل الاكواد. يعجبني اليوم. اول سؤال، كم يبلغ طول الكعبه؟ والله اعرفها. هذا غلط. ترى اللي يوريني الجوال. اسمع اللي يوريني الجوال خلاص باخذ الاجابه. اي باخذ الاجابه. يا اخي لا تحسب خطك. أنا أحس روح. أوكي تمام. بالعقل. جاهز لكم جاهز. يا محمد خلاص أصبر. طيب جاهزين؟ يلا للي أشوف. أوكي 12 متر أشوف وري أنا. سبعة متر. 15 متر هم أقرب. يس سبعة إيش؟ في البداية 10. أوكي سبعة يا سبايك يعني تربل. ترى في استراتيجية إنك إذا حط رقم حط فوقه بواحد تمشي بس إنك ما تعرف. طيب السؤال الثاني، كم تبلغ مساحة البحرين؟ كيلو متر مربع. هذا هو وزير. ثلاث رمضانات. اسمع بندر، ثلاث رمضانات مرت عليه كل الأسئلة. ها مستحيل سؤال ما يعرفه. لا هذا ما يعرفه صراحة. ما كبتكم شو غلط الله يهديك. أصلًا صحيح أنت. يلا 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 تسمع اجابته بتموت من الضحك. يلا يا اخوان استنى ما في وقت. وقت وش ذا؟ 22 كيلو متر مربع ولا مكعب؟ لا 22 كيلو بالطول وبالعرض. ما شاء الله. وش اللي طول وعرض 320؟ 320 كيلو مربع معناته مربع اكبر من الارض. بندر 700 كيلو. بندر اقرب. الجواب 760 كيلو متر مربع. طيب هذه نقطتين. اخوي 700 خذ نقطه. الله اسكت. السؤال الثالث، كم عدد جزر اليابان؟ كيف؟ اهبد. اللي احنا نقول لك اهبد. لا تلتفت علي. اهبد. اهبد. يلا هذا ثلاث رقم. وركب علي صوتك. سبعة. سمعوك سبعة. أنا سمعتك من هنا. اسمع صوتك فيك. خليها ثمانية. يلا 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 جاهزين. جاهزين أنتم جاهزين. هم أول. لا أوكي يلا أنتم. جوال أشوف عندي ورني أنا. 12. هذا 4000 وهذا إيش؟ 12 جزيرة. 12 جزيرة فرسان. طيب اصبر. فرسان يا مان. كم 12000. 12000 هب 1000. لا 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 اصبر. هذا ياخذ 12. اصبر. هلا هلا. طيب كم العدد؟ 6852. والله انكبس الخاطر. لحظة عطني جوالك للي. ليه؟ ليش سوى جوال؟ برد يا عيال. برد يا عيال. انا حسيت من يوم رمى 52 في النهاية. اسمع النقطة لنا. لا لا ما في مو نقطة بس. لا لا مو نقطة مو نقطة. قناتي عقابي بندر وللي اختاروا واحد منهم. يا سلام قناتي قوانين. يا سلام ليت وش ليت اختار اول شيء واحد. للي يدك ما في كالسيوم ولا تكسر ديني تكسر بندر. طيب خلاص يلا اهم شيء انه على الكاميرا بس خلاص تسمعون الصوت. يلا بندر والله الله يعينك. الله يعينك. يلا حط يدك خلص النقطه. والله ما حق اليوم مشهور ما 52. صرت يا ابو يا معروف هذا هنا مجمع العروق عادي خلاها ما تنبثل اليوم. يا نروح. وقت ما في تويتش. اوكي والله اوكي. كسرت. الكلب انكسرت. شباب ركز على اصوات الكلب. انا سمعت صوتك. الكلب الكلب. انا احسبه ضلعه. انا احسبه ضلعه والله. انا سمعت شيء انكسر.
والله لا تغش ها يا نفس اللون لا تسوي فيها لو تغش غش بلا غش خبرة يعني السؤال اللي بعده كم تبلغ مساحة البحر الأحمر عندنا ترى هنا البحر الأحمر معروف عندنا وعندهم عند ناس كثير هو عنده ناس كثير من جهة يعني روح كم مساحة حط لا تسوي كم مساحة السعودية والطول لنفس الوقت مثلا انكتب طيب اسمعني اسمعني والله انا تحليل بالذي خلاص اسمع تحليل اسمع اسمع والله بسمع تحليل لو هو قريب اسمع ترى باخذ الاجابه لنفترض ان السعوديه بالطول مثلا 5000 كيلو تمام البحر الاحمر بالطول حلو انا راح احسب الطول راح اسوي متوسط ف 2500 ضرب 2500 5000 شلون 2500 ضرب 2500 وانا وصلت هذه جمع الطول اعطيك الطول في عرض طول في عرض يا شباب كيلو متر مربع بس بس بعطيكم جواب بعطيكم هنت يا شباب هنت بعطيكم هنت ترى ألف متر في ألف متر 10,000 أوه كيلو متر مربع يعني شوف 5,000 كيلو زي ما حلل يعني تحليله يا سدد وقارب يعني ترى له كيلو متر مربع والله هم 43,800 صدق يعني حرفيا صدق او ماي جاد يا اخي لقيت الارقام صعبه يا اخي 2-1 طيب كم عدد شق الارقام السؤال الخامس كم عدد عضلات اذن القطه ايش عضلات اذن القطه عندنا عضلات بس انت لوكي انا واحد من الاثنين مع بعض انت عطني جوابك وانا اذا هو قريب بعطيك يا زين خلاص بروح جوابك طيب يلا واحد اثنين ثلاثة 12 ستة 12 هم فازوا يب لان 32 عظمة كم بتحط كم 22 كم عدد مشتركين قناة فالكونز حاليا الان لا تغش لا تغش هذا 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 اسمع 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 خلاص يلا يلا شباب يلا يلا ثلاثة اثنين كم شوف 322 331 هم اللي فازوا كم الصح 337 شوف صح ولا طيب انتم صح انا جايين لا السؤال السادس اتوقع كم عدد عضلات خرطوم الفيل عندي تبغى انت تي وش حاطه يا لا جاهزين جزيل 3-2-1 روح صفر أجل كيف احنا أمر صفر صفر خاص أوكي ألف مبروك أبو عمر أوه ما ياه كم هم ها كم 40,000 40,000 أنت حاول صفر ليه أنا ما عندي عضلات يا ولد محمد وأعرفه هكذا أسئلة تريكي دائما كم لقب دوري سعودي حقق فالكون أوه نو فريقنا يا شباب دوري سعودي مو بشرط جواز ثاني ليش ما اخذت كل الجواز هذه حقت كاس العالم ليش ما اخذت كل الالقاب انا ابغى دقة كل كاس يعتبر لقب مش مو كلها دوري سعودي مو كلها دوري سعودي ممكن دوري سعودي هذا احساسي ممكن كلها دوري سعودي اعطاكم والله كلها دوري سعودي كلها دوري سعودي اذا مو صح خلي عد مربعات اللي في مصورة عد مربعات كم مربع كم فوق شوف يا له هذا ما عنده حنكة ثانية يا رجال انت عارف انت عارف حنكته ولكن المقطع حقك بس يا حبيبي كود مكسيكي ثاني افضل من ذلك انا هذا حنكتي والله اعلم يلا صفر لا صفر حال ارحمني طيب شوف يلا 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 قول شوف يلا ثلاثة اثنين واحد لا 13 بدك كان 23
كان 23 لا 23 قبل تكون جاهز انا غيرت ماذا تبي السؤال هنا السؤال ومن جد والله جاوب. والله انا هو يا اخوي لا تحلم والله ما غشيت والله كان 23 وشفت لا غيرت والله العظيم ان انا حطيت في 23 اجل هو الركب صراحه عشان فجاه طيب 12 صح 12 شو بالضبط لا سؤال عشان كذا اقول لك انه بياخذون والله العظيم ما غشيت يا سامي محمد سامي محمد تفضل انت صادق بعد ما ضميت معنا سالفة 14 الله خذ النقطة يا شيخ والله النقطة اللي يجيب السؤال هو أسطورة إيه بالضبط بالضبط مفروض أنت تجيبه لأن أنت لو ما جبت عيب كم مساحة جيزان كم مساحة جيزان كم تبغى مساحة جيزان أوه ماي جاد كم مساحة جيزان بس ولا السكان أجيب لك لا لا إحنا نبغى المساحة سكان سكان ما أعرف يا اسمع يا مكسيك والله بنظل لا احنا دخلنا جوجل ماب اللي بنناظر بشكل ما بعد ما خليت ما خليت في جاز في الموضوع جاز هذا لا شوف لا والله لو انك سألتني كان ممكن اقول لك ايوه فالان الموضوع مشكوك فيه وين جوالك الثاني ياخذ البكاية شوف واشوف البرامج كلها يخرب بيت البكاء اللي اكتشفناه انه الشباب ما هم واثقين في انفسهم عشان كذا جاتهم وشو وهذا كذا ضعيف شخصيا شخصا انتهانا معاه بنقص عليهم نقطه مين لاني زعلوله مين ضعيف شخصيا اودن ليش تقول ليش تقول لي مو بنت ابو عمر والله لا ما ابو عمر ابو عمر ضعيف شخصيا زبده 4-4 حاول السؤال هذا قولوها بدل تكتبونها عطني الجوال الان والله ما ادري والله يا جماعه الجوال عند اودن طيب اودن مد يدك افتح والله لا والله تعال يا اخي غاش غاش انا راح نختار انتم تختاروا خلوا اودن يضرب والله جوال شو ولدكم والله ما غشيت والله امسك والله ما غشيت اختار بندر احنا طيب والله ما غشيت اسمع عم حتى طيب ما في والله لا انا ما بختار ايه شباب اودن افتح يدك ليش هم يختارون افتح يدك انا اختار لا لان اول تهجم عليه روح غش يعني شوف شوف القوه شوف القوه كيف طق ليون قال مسكين والله لا عليه يستاهل يتعلم افتح يدك من طق بندر اكيد بندر خسي ليش يا خسي يا ابوي شوف يده يلا بس يلا ليش تكون يا شيخ ليش يلا يلا احد منكم يبغى جيز انا روح والله افتح هيا ماذا هيا انت مجد لا لا اوكي لا استديش سحبتها سحبت يدك تسحب فيتج مد يدك لا تسحبها مد اذا تبغى خليك رجال اي مدها مدها اشد عشان تحاول كذا اسمع اسمع سوي كذا سوي كذا سوي كذا لا اشد ترى والله سوي كذا لا والله طيب يلا فيتج بسرعه شو تقول فيتج يا حبيبي ليش تسحب ليش تسحب يدك بالضبط مد لا عشان اعطيك بسرعه اي واحده دبل كل دبل لا تسحب ترى تدبل تسحب تدبل تصير اربعه والله خلك رجاله حطه اوكي اربعه يلا والله يا محمد بس انت قوي يا زيد والله تعال خلاص انت سحبت عليه اربعه يا بندر لا عاد عيب هو في اربعه باقي ثنتين خلاص اسمع لا باقي ثنتين خلاص ايوه خلاص طيب هيه بعترف بشيء والله انه هو غش غشيت فيه والله انه هو غش في غشيت واحدة من اصلي عندك واحدة من اصلي واحدة من دي والله انه غش والله انه غش انا كفا غشيت انت في الكاميرا طلع يدك انت في الكاميرا معك الاذبه انت هيه هو غش خويه خلا هو ضعيفة اسمع انا اذا ما وصلت باليوم مشترك بعد ضد ضرب ما عندي طالع كم مشتركين؟ لا لسه 270 يا شباب 276 لا ضبطت تحت ديسكريبشن بندر بعمر للي بنا اخ واحد السؤال اللي ما ادري رقم كم واللي بدون ما تسوون فيه تكفون من الحين اقول لكم اهبد من الحين كم عين للفراشه عارفها قولها 16 ايش 1000 اي قول اي مو 1000 لحظه لا 16 وش رجل 16000 رجال 16000 ايش مش قول 1400 وانتم؟ لا 16000 لا 16000 بسرعة يلا عطني جواب 16 ايه انتم صح لانها 14000 واه اخنك قال لك 16000 يا قدر يا اخي كيف 16000 معليش 12000 مين انتم كم قلتم؟ 1400 زد انتم صح تدري
كم عدد مشتركيني حاليا؟ انت ما يهمني انا اقول والله انا بعد المقطع لانك بعد المقطع بتكون مليونين. اوه ما اتوقع مسكين طعمي قائد والله انت ستوري. انا اقول طيب انا اقول اسمع ايش تقول اكتب يا اخي اي اكتب 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 الان يلا العقرب طبعا هو اللي بفوز طبعا هذا سؤال مهندس جاهزين 3 2 1 مليون و7 انت كم انت كم انت كم انت كم 9 7 يعني يقصد 970 الف وهذا انت مليون 700 هو 120 انا هم انا مليون و800 820 ترى ما حطيتها الا وانا اتوقع منك ذي الارقام العاليه والله انا عندكم كم عدد بحور الشعر بحور الشعر كان لها اغنيه في سبيس تون حتى بس سؤال ابيات الشعر المكتوبه عنك ولا عن لا لا بحور الشعر بشكل عام يلا يلا وريني بندر 7 الله يلعنك غلط 12 يا عيني هم الصف سؤال اتوقع كلكم عارفينه كم عدد حجرات قلب الانسان واحده زي كلمه يا قلبي يا اخي خلاص والله ما زودتك ولا نقطه طيب جهز وروني جيب 8 انت قهرني كنتم نقطتين لانه 4 هي الجواب الصح 4 هي الجواب ابو عمر الملقوف مو ملقوف اخذ نقطه بدل نقطتين لانه كان كاتب 4 يا امور غالي انا قلت له 3 يعني كان نقدر نفوز لا لا ايه صح كان بصير تعادل يلا كم عدد حجرات قلب الطير طيب ترى ايه ترى يمكن ما عندك لا اكيد صح ذاك ذكر اي ذاك ذكر اي والله لا من جد قلت طبقها قلو يلا 3 2 1 اوكي 50 انتم 2 4 هم الصح أربعة نفسه اثنين داخل اثنين طالع اذا ما خاب ظني ترى كنت كاتب 4 تستاهل يقول لك تريكي 50 تريكي بالضبط لنا نفس اللي قبله طيب ايش اللي 50 صح بندر وش قلبه مخزق ايش اللي 50 كم يبلغ طول صور السين العظيم ترى معلومه يقول لك انشاف من الفضل ايه اكتبوا متر اكتبوا كيلو وضحوا متر هذا احنا متر تتعامل بالمتر بالمتر تمام بالمين دقيق ارتفاع ولا طول؟ طول يا ابني طول لا طول 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 من بداية لنهاية كذا يلا 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 وريني وريني اللي وين 20000 كيلو متر اذا صح لك اللي تبي طيب وريني انت 16359 افتح جوجل والله العظيم ما افتح جوجل طيب جوجل جوجل انا جاهز اوكي طيب انا جاهز اوكي لا. كم كاتبين؟ 20000 هم صح 21000 كم يبلغ طول قمة ايفرست؟ انت عندك وزير المفروض انك والله هذا عندك ما مرحله يقول اوكي طول اي بالضبط طول قمة القمة لين فوق كم؟ حصل فالكون فوق كذا طيب جالسين يعني يحسبوني ما اشوف ابو عمر جالس يخش من الاودن الاودن ضايع وبندر جالس يخش من الاودن؟ ما ادري اشوفك طالع فيه غش من اللي؟ غش؟ اخ حياتي غش من اودن بس يا اخي حسبنا غشاشين الحين ترى هذا ما غش كنت حاط رقم وهبت رحت اشتري الاخبار وهبت بس كذا يعني هل ممكن اوكي يلا يا اودن يلا 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 واحد اثنين ثلاثة الف الف متر ولا الف كيلو كيلو متر كيلو متر الف كيلو متر وين كنت حط 20000 متر 20000 كيلو متر كان حاطه الغالي طيب كيلو متر يعني يطلع فوق الغلاف الجوي انت 8000 وش كيلو ولا والله انه كان غير والله شوف انا كان 6 هبت انا كنت حاطه متر اي طيب لحظه متر ولا كيلو على الجو على كيلو يقول لك هذا حاطه كي وذا انا كان اقصد انتم انتم حاطين شيء وهو قال لك كيلو يعني هو حاطين شيء وعكا خلاص ما انتم حاطين شيء طيب هو قال كيلو بلسانه كيلو انا قلت كيلو ولا لا انت قلت كنت كيلو خلاص طيب هو 8000 طيب 8000 ايش كيلو ولا متر متر هم صح 8000 وريني الجواب 700 هي 8800 وحاجة مرة كان قريبين والله العظيم ليش اخذ كذا هذه هبدة ولا اروع لو في هبدة من جد والله هبدة انا حطيت 8000 اجل والله مرة قريب 100 متر الفرق فالنقطة عندكم اللي بيوصل 10 يفوز باقي اخر سؤالين في 3 اسئله باقي باخذ واحد منها بس خذ واحد دبل واحد اختاروا من واحد لين ثلاثه اثنين انا ليه انا قلت لك قلت انا مختار انا بختار السؤال من عندي طيب اختار طيب اختار واحد مو السؤال رقم واحد هي السؤال طيب كم مر على دخولي الفارق
ونكسب بالضبط الاعلان تاريخ نزول الاعلان. انا وياك صورنا سوا بعد نزل الكاميرا يا شباب. نزول الاعلان نزول الاعلان احط عدد الايام بالضبط بعد تبي لو تقدر زين تاخذ نقطتين ترى تاخذ نقطتين ايه ترى لو جبتوا نقطتين ما راح تفوزون لكم مره متخرين. لحظه يوم رحنا الملعب تعبت انا بعدها ترى كان قبل ما ينزل الاعلان بيوم لو تعرف ذاك اليوم كم ما ادري انا ابغى مباراه يلا 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 ثلاثه اصبر خله واحد بس خلاص يلا 3 هذا اخر سؤال يلا يلا اذا جابوها يلا 3 2 يا اخوي اصبر 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 خله يكتب جت على الاخير الحين تربشنا باقي له يلا 3 2 1 اودن 43 يوم شهر الى 40 و10 ايام يعني كلكم 40 حلو 43 43 كم هم طيب بالضبط 16 1 16 1 يعني احنا اليوم 41 يوم 41 اوه ماي جاد احنا اول هم اول هم اقرب ببالك يومين يلا 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 فاز فاز لحظه لحظه اصبر اصبر اول شيء عشان اوضح الناس فازوا هم بفارق يومين ها ان شاء الله رحت 31 يعني 42 اوه شيت اوه شيت شو صار يوم بدي من احنا جبناه انحسب نزل بيه 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 حلو احنا وصلنا 16 يوم طيب بعدين الحين كم زياده؟ 27 يوم اليوم 27 27 زائد 16 43 بالضبط اوه اشكرك يا شيخ اشكرك لو ما عد لو ما عد كان هم فازوا كان هم فايزين بالضبط يا محنك يا مستحيل هو عدى يلعب اللعبه النظيفه والله يعجبني للي طيب الان اصبر الان في عقاب لكم الاطمئنان بدون لا لا بدون لا لا لانه لانه ما فاز احمد ربك ان انا معطيك اختاروا عقاب لهم بسرعه ولا عقاب انك اسمع كم مقطع سليمان حق التيك توك اللي لا 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 انا ما نسيت شيء في تيك توك الا طبخ اي اوكي بس بالليل انا ما نسيت تيك توك لا لا اسمع قالوا ايش عقب يعني خفيف لطيف بالضبط سامحني يا اخي انا اقول لك تسامح كريم سامحونه اسمع شرط خلي قناتك اول واحد بس هذا عقاب لي انا اي مو لهم لا اسمع خلي هو اطلب انه ما يحط قنواتكم في النص اوه اوه يا لا تحط قنواتك في النص شباب بطاقتكم جيت ستوري خلاص عجبكم شباب شكرا يا اخوان موجودين لي هنا وغشتوا كثير وانطقيت كثير يلا على السلامه